ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج الحوت وازاي نكون مزاجنا عالي، ازاي نكون رايقين، ازاي نكون مبسوطين في حياتنا، ازاي نكون سعداء. ده اللي يهمني جدا جدا لكل برج، ان ازاي نجذب السعادة لينا. كل برج ليه شخصية معينة وليه خطوات معينة بتخليه ان هو يكون سعيد بالفعل. النهاردة هتكلم على برج الحوت وخطوات مهمة، هتكلم على 9 خطوات بالفعل لو احنا استخدمناهم او خدنا بالنا منهم هنكون قد ايه سعداء في حياتنا وعندنا حالة من المزاجية العالية. هيكون عندنا الخطوات دي ممكن تكون صعبة علينا شوية، مع ان هي حاجات بسيطة جدا، ولكن مع التعود هنلاقيها ان هي بقت طبع فينا وبقت لابسة جوانا جدا، فبالتالي احنا خلاص بقينا ناخد بالنا من المزاجية العالية ونكون مبسوطين في حياتنا. ده اللي يهمني ان احنا نكون ايجابيين على طول. خلوني اخش في الموضوع. واول نقطة، اول حاجة، برج الحوت من اساسيات شخصيتك انك بتحب السفر، بتحب الخروج، بتحب الانطلاق، بتحبه جدا جدا حالة المزاج العالي. في بعض الاوقات بيكون عندنا غصب عننا مش عارفين نسافر، مش عارفين نتحرك، مش عارفين نشوف صحابنا، لازم نجبر نفسنا ان احنا لينا بعض الوقت او لينا ايام معينة لمزاجنا، نفضي نفسنا. لازم تجبر نفسك انك تفضي نفسك. يعني لو هتقضي حياتك طول الوقت شغل شغل شغل، يبقى انت بتعاقب نفسك، ويجي لك وقت تحس بالاكتئاب، هتحس بالخنقة، هتطلعه على اللي حواليك، بالتالي ممكن تطلعه على اللي معاك في البيت، فده انت كده بتظلم شخصيتك. اما لو احنا خصصنا يومين في الاسبوع او عامة بعض الوقت لو خصصناهم لمزاجنا، لحياتنا، لسفر، لروقان، هنكون قد ايه مبسوطين، لان احنا بنعمل فاصل عن حياتنا وبناخد شحنة ايجابية وبنرجع تاني لطبيعتنا. فده هيكون شيء جيد جدا جدا، سواء سفر، سواء نخرج مع صحابنا، سواء نقضي وقت حلو، وقت ممتع، نروح مطعم كويس، مش عارف ايه الحاجات اللي بيحبها برج الحوت ده. برج الحوت هو مش على طول بيحب الخروج والسفر والحاجات دي، لا، هو كمان بيحب الهدوء. فهنلاقي ان هم بعض الوقت متطلبه دماغهم، انا طالب كده ان انا اقعد في البيت هادي رايق، اعمل لي اكله حلوه، اتفرج على فيلم حلو، اعمل لي نظام معايا، يعني نظام مزاج كده في البيت. بالفعل اعملوا ده. لما تضرب معاكم ان انتوا عايزين هدوء، اسعوا ناحيه الهدوء. من الاخر كده النقطتين دول ليهم علاقه بحاجه واحده، امشوا ورا مزاجكم. مزاجكم عايز سفر وخروج، هفضي نفسي، خلاص انا عملت حسابي ان انا هروح اليومين دول لكذا، انا محتاج هدوء ومحتاج استقرار واقعد في البيت كده واروق دماغي وريح جتتي كده وجسمي، فاللي هو من الاخر هعمل ده. اسعى انك تريح نفسك بنفسيتك، تريح نفسيتك، ده هيكون مهم جدا ويساعدك في حاجات كتير، في ان انت ترجع لحياتك، لشغلك، لوضعك، ما تبقاش عصبي، ما تبقاش متنرفز، ما تبقاش اقل حاجة تاخد وتدي فيها يعني. لا، عامه الخطوة رقم 3 انك تبتعد عن الاشخاص المرهقة، اللي هي الناس اللي بتتعبك نفسيا، الناس المستفزة، الناس اللي هي بتشحنك دايما بطاقة سلبية، ان حد دايما يقولك انت فاشل، انت مش هتقدر، انت هتقع، انا احسن منك. الناس دي عامة اللي شايفينك قد ايه سلبي، اللي ما بيشحن، اللي مش بيشحنوك شحنة ايجابية، اللي دايما بيطلعوا فيك العيوب، ابتعد عن ده كله، ابتعد عن ده كله، حتى لو كان من دمك، حتى لو كان حب عمرك، لانه انت في الاخر خالص هتفقد الثقة في نفسك باشخاص زي دي. قريب او غريب، ابتعد عن الاشخاص اللي من النوعية دي، لان هي اشخاص مرهقة جدا جدا ليك، وانت بتتأثر نفسيا. برج الحوت عيبه انه بيتأثر نفسيا بشكل قوي، خاصة مرأة الحوت، فلازم ان احنا نخلي بالنا جدا جدا، لان احنا كده بنأذي نفسنا بان احنا بنبقى مع ناس مرهقة نفسيا، مع ناس متعبة، مع ناس مؤذية. حتى لو كان الشريك بتاعكم وما تعادلش، سيبوهم. شوفوا بقى لدرجة ايه، لان دي بتعمل مشكلة كبيرة جدا، هتفقدكم ثقة في نفسكم، هتتعبوا، هيجيلكم امراض الدنيا كلها. عامة الخطوة اللي بعد كده، الأجواء السعيدة والمناسبات. دايما ادي فرصة الأجواء السعيدة والمناسبات حق عليك، يعني دايما روح المجتمع اللي هي الاجتماعات، الأماكن اللي فيها فرح، فيها مناسبة، هقابل أشخاص، هقابل أهلي، هقابل ناس ما شفتهمش بقالي كتير، الوضع الاجتماعي هيتحسن، كل ده مهم جدا. ليه؟ لانه بيشحنك بطاقة حلوة قوي، لان انت بتحب الوضع الاجتماعي جدا، لان انت بتفرح كتير لما بتشوف ناس انت بقالك كتير ما شفتهمش، بس الناس الايجابية طبعا. فالاجواء السعيدة كمان ممكن تخليك ان انت ترتبط بحد، تشوف حد يعجبك كده، يعجبك كده، فهتلاقوا نفسكم مبسوطين جدا. الضحك والهزار هيخليكم مبسوطين، الاجواء السعيدة نفسها تخليكم مبسوطين، زي مثلا فرح، زي مناسبة بيبي جديد جه، زي ايا كان مناسبة
نسبة سعيدة ايه هي على وجه الارض، خلينا ان احنا نكون ايجابيين، يلا نروح، يلا ننطلق، يلا نجري. فده هيكون مهم جدا جدا. برج الحوت كمان في نقطة تانية، انتم من نوع رومانسيين قوي، بتحبوا الاجواء الرومانسية جدا، خلينا نحب وننطلق ونعيش ونكون رومانسيين ونفرح بنفسنا وندي الحب حق علينا. ليه بقول ده؟ لان برج الحوت بيخاف من الحب. ممكن ابقى حابب جدا الشخصية دي بس اخاف اروح اعترف، اخاف اوضح، ممكن عيني وملامحي وكل حاجة تقول ان انا بحبك او ان انا بحبك، ولكن في نفس الوقت انا مش قادر اتكلم لان عندي خوف، لان بيبقى عندي فكرة عدم الثقة شوية. هل انا هقدر قد المسؤولية ولا مش قد المسؤولية؟ هل انا بحب بجد ولا لا؟ هل ممكن يكون في حد تاني احسن ولا لا؟ هل ممكن هو بيحبني بجد؟ اسئلة كتير بترهقوا نفسكم بيها. ولكن خليكم قد الرومانسية، قد الحب، عيشوا واستمتعوا بحياتكم والحب والقلب والعاطفة، لان ده بيقويكم كتير وبيخليكم تكونوا واثقين في نفسكم بشكل قوي جدا جدا. كمان يا برج الحوت موضوع الغيرة، ما هو برضو مرتبط بالحب والعاطفة، موضوع الغيرة او الشكوك او اثارة الشكوك ديت مشكلة في حد ذاتها، لان الغيرة والشكوك بتأثر عليك نفسيا كتير وبتتعبك وبتفكر فيها كتير وبتحس بكرامتك بتضيع، بتحس ان ثقتك في نفسك مهزوزة. موضوع الغيرة العالية من غير سبب ده مشكلة. دايما خلي عندك ثقة في النفس، ودول هقولهم خطوتين في بعض، يعني دايما خلي عندك ثقة في ذاتك سواء في الوضع العاطفي او امور اجتماعية عائلية عملية ايا كان، في امورك الحياتية كلها لازم تكون واثق في نفسك ثقة قوية جدا. برج الحوت انت واثق في نفسك، بس بيجي علينا اوقات بنتهز من جوانا مش ظاهريا، انا حاليا بتكلم على اللي جوه كل برج وعلى شخصية كل برج، ماليش دعوة بظاهريا. ظاهريا برج الحوت واثق في نفسه جبل ما يهزك ريح، لكن من جواه قد ايه بيتهز، بيخاف ببعض الاشياء ويخاف من بعض الخطوات عامة. فخلينا ان احنا نكون واثقين في نفسنا جدا، نبتعد عن الغيرة والشكوك لحماية الصحة النفسية عندنا، لان ده مهم جدا لحماية الصحة النفسية، عشان نكون ايجابيين، عشان نكون متفائلين، عشان نكون قد ايه نعرف نبص لبكرة والمستقبل، ما تبقاش مرهق في تفكير الغيرة والشكوك وقلة الثقة او الحاجات دي، وتتلهي عن تفكير في المستقبل او تفكير في حاجات تانية قيمة. برج الحوت كمان في نقطة تانية مهمة جدا، الغيرة ممكن تعمل مشاكل ليك او مشاكل مع الشريك، ولكن في الاخر هي بتطلع بمشكلة سواء من جانبك او من الجانب الاخر، هي بتعمل مشكلة، لازم اكون متأكدة. طب النقطة المهمة برضو اللي هي فكرة الاجتهاد، ان انا يكون عندي ارادة وعندي طموح قوي جدا، وفكرة ان انا اجتهد للنجاح، اسعى للنجاح، ما خافش من عراقيل، ما خافش ان انا ممكن اقع. دايما ادرس الخطوات بشكل صحيح ودايما اسعى ليها بشكل صحيح، دايما خلي عندك اهداف وخطط ليها، ده هيخليك انك تكون قوي جدا، هيخليك ان انت قد ايه دارس لحياتك. وكمان فكرة انك تستشير الاخرين، يعني دايما خلي فكرة انك تستشير الاخرين، ليه؟ ان انت بتحصر نفسك، لان انت بتخاف مثلا من حاجة، فلا انا بعمل خطواتي، بعمل حساباتي، اعادة حسابات لشخصيتك مرة تاني، اعادة حسابات لخطواتك مرة تاني، مش عيب ولا غلط، ده معناها ان انت مجتهد جدا. ففكرة انك تجتهد هترتاح جدا يا برج الحوت، اسعى لنجاحك هترتاح جدا. الخطوة المهمة جدا برضو اللي انا عايزة اتكلم فيها وركزوا فيها جدا، دي اخر حاجة هتكلم فيها، فكرة انك تكون عندك رضا باللي حواليك، فكرة ان انت يكون عندك حتة خلاص اللي حصل حصل، ما فكرش في الماضي، ما فكرش في مشكلة حصلت في الماضي او وجع حصل في الماضي، ما فكرش اني انا بأذي نفسي مثلا في كذا ولا لا، فكر في بكرة، اللي حصل حصل، الماضي لو كان زفت اهو حصل، ولكن دايما فكر في بكرة، خطط لبكرة، ده المهم جدا. فكرة كمان الرضا بمعنى ايه؟ انك بتحب حد قوي ما طلتهوش، ما تزعلش، اكيد ربنا شايل لك الاحسن. فكرة ان اي خطوة انت بتسعى ليها ما حصلتش، اسعى في غيرها، اعمل كذا طريق تمشي فيه عشان خاطر لو طريق منهم وقف قدامك ما تزعلش، ده مهم جدا. وفكرة انك تكون راضي باللي بيحصل ده مهم برضو، لان في اشخاص بيكون عندها عدم رضا او تسرع او بيجي لها اكتئاب بشكل سريع، عدم رضا بيجيب اكتئاب، فده هنا المشكلة، وبالتالي بيأثر على الصحة النفسية، وبالتالي هيخليه مزاجنا مش عالي. الخطوات دي لو احنا خدنا بالنا منها جدا هيكون عندنا مزاج عالي وراحة بال، وده اللي يهمني.
فنحاول على قد ما نقدر ان احنا اللي نسعد نفسنا يا برج الحوت. زاد على فكره كمان برج الحوت بيحب التغيير، في حاجات كتيره خطوات احنا ما اتكلمناش عنها بس معروفه، يعني انك تهتم بشكلك، تهتم بالمظهر، تهتم بالشياكه والاناقه، نهتم بالالوان اللي احنا بنلبسها، لان الالوان لبرج الحوت بالذات مهمه جدا جدا. برج مائي وبرج بيحب الوان معينه وليه طقوس معينه في اللبس والاختيارات والميك اب والشكل عامه، هم مدمنين شياكه. ففكره ان احنا نهتم بحالنا جدا دي برضو مهمه، لانها بتشحنك بطاقه ايجابيه. يكفي ان انت تشوف او تشوفي منظرك مثلا واحنا نازلين رايحين الشغل او رايحين مكان، فنكون مبسوطين، فده يطرق علينا سعاده نفسيه. حاجات كتير ما قلناهاش ولكن معروفه، لكن اللي يهمني اول خطوات اللي احنا قلناها يا برج الحوت. بتمنى جدا ان اكون فدتكم، بتمنى لكم المزاج العالي قوي، بتمنى لكم السعاده والحب وكل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا. برج الحوت بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.